تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي من تفكيك مجموعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج وبيع وتخزين المخدرات. العملية التي مكنت من خلال استغلال المعلومات وإعداد خطة ميدانية محكمة من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 49 سنة، واسترجاع كمية من المخدرات من الكيف المعالج من النوعية الرافعة مقدرة ب 4.290 كيلوغرام من مادة الماريخوانا، ثمن هواتف نقالة، ومبلغ مالي بقيمة 6,100,000 سنتيم من عائدات البيع والترويج، إضافة إلى مركبتين كان يستعملهما المجرمون في ترويج وبيع المخدرات.